جيبه لازم كتير من هذا الطريق الغابة جديا ما يطول إسهال إن شاء الله أسبوع إن شاء الله. اليوم كانت لنا جولة مع مدير الطرق والجسور وكادر ماله وأيضا مع الأخ مدير المجاري. زرنا الجسر الخامس حسب الوعد اللي وعدونا به إن شاء الله بنهاية العاشر راح يفتتح ممر الأيمن اللي راح يكون ذهاب وإياب بالنسبة للجسر الخامس. والأخ مدير الطرق والجسور أيضا قال لنا الجسر الرابع إن شاء الله الممر الأيمن للجسر أيضا أو الجنوبي أيضا بنفس الوقت راح يتم افتتاحه، راح يخفف من حركة المرور كثيرا. يعني عمل جبار يعني بالجسر الخامس، جسر كان زاحف وأكثر من 145 سنتيمتر في بعض الأماكن، الآن وصلوا إلى مرحلة صب الممر الشمالي إن شاء الله. احنا نعرف وايضا الان احنا بالجسر الحديدي الان راح يتم رفعه وقريبا ان شاء الله الممرات مالته راح نبدا بيها. يعني احنا ندري راح يعني يصير لانه عندنا حمله اعمار على المجسرات، اكو زخم مروري موجود، راح نغير بنظام الدوام الرسمي للدوائر. بالنسبة لنا احنا عندنا صلاحية بالتغيير الدوام، وايضا راح نطلب من الاخ رئيس الجامعة جامعة الموصل والجامعة التقنية ومن مجلس الجامعة انه ايضا يغيرون الدوام على الاقل بالثلاث اشهر القادمة، لانه سنحارب ان شاء الله خلال ثلاث اشهر باذن الله راح يكمل. خلي يتحملونا هنا شويه يعني، لكن هذه كلها بعدين راح تحل لنا مشاكل على المدى البعيد. يعني شكرا لكل الجهود اللي تبذل في اعمار الموصل واعمار عموم المحافظه. بالنسبه لمقتربات الفلاح، مقتربات الفلاح انا كنت اتكلم الان مع الاخت مديرة التخطيط العمراني، مدير عام التخطيط العمراني، وعدتنا انه ان شاء الله قريبا ينطون الموافقة بالنسبة للممرات اللي بيها ما نزيل الدور حاليا. فالجسر تقريبا تم الانتهاء منه وان شاء الله قريبا احنا موقعين بالنسبة للممرات، ان شاء الله تجينا الموافقة من التخطيط العمراني ونبدأ بيه.